مناسبة لغو تاغير يي حلبان بروفيسور لطفي الشريف محمد عمر أيا لغو خبطي مقالة لندن مناسبة دان وحا كسو قيب غلي حلبانو وزيرو أقونيهانو إيا قيبها كالدوان إي بلشاد سوماليه دي كو دخان مقالة لندن إنا واحي جيدا قار كميد أه أقونيهان دي حلبان دي إيا وزيرو دي كهدلي مناسبة دان هدلدو دي وحا كميد أها ولا ليك شرفت لأو حفلة دان إسوغي ميت waxa caaw sharaf noo ah in aan u kulanay in walaalkeena professor lutfi aan taageerno oo tahniidna aan u dirno lutfi sidaad ogsoontiin waa nin wanaagsan oo mataqana xagga diintana ku wanaagsan dadnimadana ku wanaagsan marka tartan baa lala galay tartanna waxa ay rag waa galaa qofna waa guuleystaa qofna waa haraa لكن مو هناك سنة أوركو تالا إيو متقانا حمان إيو إن متقانا لسكولا كعو حمان تو والاق في عنيه سو مالي دو وحي تير هذا رق والالو وحو دام من لماركو وحو نصيب اللي إياه حلبان آنيغا إنتان قربها جوغ ماركن إنتان إدباشيس أو متلاها إيو أي تاغيرسا أو موجيسا حلبان هذا سو ماري ساد أكتهين داقضا هيكا سو قلا لكن حلبان كان أي باشيس متلاها إياه سلمار كان سومالوين متلاها إياه وانو همبليينينا وحانو لينا همبليو 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 دادوينها شرفت له هل كان كسو خيف قلين هي باشا أشراف هي وحاي ذين وحا وحا واكمها سنتين هي دات كسو خيف مقابي هي دات كتي في كسو آد آد أي أو ما سنتين حفلة دان شرفت له قيمة له ولو تاجر أي لوون همبليينا أي مدن الشريف لطفي محمد عمر إلهي هكو قولي شركة حركات أو إلهي كسيي ومدى الصوماليات دحذي هذا البنادرية وأود قولي سين أولا أشكركم على دعوتي هذه للاحتفال معكم بمناسبة فوز بروفيسور لطفي شريف محمد عمر وأتمنى له الدوام بالنجاح والتقدم في السنوات القادمة إن شاء الله مركو أنت وحنك فرح السنة يا هورتا إن أنت تاجرنو إن حلبانكا بروفيسور لوفدي إن ماه مانتا إن أرنتا تاجرت كليا ماها راح وين واحد هذا بدنا ما يتراس برلابالسك بدو جيه تنكلي لوفدي أما إن بنادري غير أشراف غير بنادر واحد موجين صبر بدنا موجين سنة كان صبر كواحد أها كرسي غير أشراف أيا واحد كتر تنتي لبقول غير بنادره taas laftir keed waxa way in ilaahay qirsiyo waan sabr badan ay muujeen way anoo ku hadlaaya magacayga magaca asharafta degta galbeedka magaalada london magaca beesha banaadiriga oo dhan beelaha banaadiriga waxaan marka ugu horeeyso anigoo misilaya nabadoonka asharafta degta galbeedka magaalada london marka ugu horeeyso waxaan hambalyo iyo boogaadin halkan ugu diraya walaalkeeni xildhibaan professor lutfi sharif maxamed umar fursadaneeti aan meeshan joog waxaan ka faa'iideystaa insha allah in aanu hambalyeeno walaalkeena lutfi sharif maxamed umar ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay meeshaas ku nabadgeliyo ku badbaadiyo ilaahay khayr wasiyo إلى رسولك عليه الصلاة والسلام حير خير الناس ما ينفع الناس أو ح وح خباله إنه أمة ذو قبض دونه ذات كيس نوع قبض دونه مثله أشراف بنادر أشراف فلان ملكس إيجوا عن الصومال وين ماكو كوب نشينجان كليه أشراف فلان يوم مثله آدي أدم هسيه هاي إلى خير هسيه الحمد لله رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين الله يوحان كابرينا ودن كينا سومالي نغيل ودن نبتي برواخا الله يوحان كابرينا نسي شرف عزي كرامو يعافي مات عمر دير الله يوالقا وين وأوت لنا أقبل دعائنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عشاء دلين يرد وحقرتك علماء الدين شرك شركا اسكوكو تمد ايان دونيا انا هل كان كأخريو ان شاء الله وحونا ودعيا ورسحافاتك سيدة غلوبال أشراف بنادري دياسبرو نتوك أيا سو سارتي ورسحافاتك
taariikhda uu soo baxayna waa 4/2/2017 London ayuu ka soo baxay magaalada London ee waddanka Ingiriiska dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan beesha banaadiriga ah iyo beesha Asharaf ogaysiis waxa weeye la ogaysiinayo xukuumadda Soomaaliyeed iyo dawladaha beesha caalamka sida reer galbeedka Afrika iyo Carabta hay'adaha caalamiga ah ee daneeya arimaha Soomaaliya sida UN-ka AU-da IGAD Amazon iyo Arab League ujeedo war saxaafadeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka socoto Global Asharaf Banaadiri Diaspora Network odayaasha beesha Asharaf aqoonyahanka beesha waxgaradka beesha dhalinyarada culumaa u diinka ganacsatada xirfadleyda shir muhiim ah oo ay maanta ku yeesheen waddanka UK magaalada London gaar ahaan galbeedkiisa waxa ay si buuxda ugu taageereen xildhibaan Professor Lutfi Sharif Maxamed Cumar oo guul taariikhi ah ka soo hooyay doorashadii kursiga xildhibaan ee beesha oo la isku dayay in beesha faraheeda laga maroqsado balse dadaal uu hormood ka soo ahaa ay iyo ka ahaa iyo dhammaan qaybihii dadaalkaasi ka qayb galay beesha taageeray kadib ay suurta gashay in ay Asharaf kursigeeda si buuxda ay u soo difaacato ay u soo ceshato waxa taageero buuxdo aan la garab taaganahay xildhibaanka Professor Lutfi Sharif Maxamed Cumar waxaana ugu hambalyeynaynaa guusha uu soo hooyay oo u soo hooyay beesha Asharaf banaadiriga waxaana leenahay waajib qaran ayaad gudatay waxaan kula dardaarmaynaa in uu danta cadaaladda iyo sinnaanta ku dheehan tahay ugu soo dhalaasho arrimaha lagu soo doortay ergada ka soo qayb gashay shirka waxa ay dhaleeceen dusha ugu tuurayaan koox yar oo marin habaabsan oo magaca suuban ee Asharaf meel kaga dhacday kuwaasoo markii damacoodi guracnaa ay hergeli waayay isku dayay in ay dacaayad rakhiis ah ka fidiyaan xildhibaanka iyo odayga Asharaf isla markaana adeegsanaya warbaahinta qaarkood shirkan ay isugu timid beesha Asharaf waxay dhaleeceen u soo jeedinayaan shakhsiyaadka wax magaradka ah oo waqti badan ku bixiyay isku dirka iyo kala geynta beesha Asharaf taas oo ay odayaasha beesha Asharaf aqoonyahanka waxgaradka iyo culumaa u diinka beesha Asharaf banaadiriga waxay ugu baaqayaan shakhsiyaadkan in ay ka waantoobaan dhibaatada iyo dibindaabyada ay ku sameynayaan beesha Asharaf iyo hoggaankeeda siyaasadeed ee suuban sidoo kale ayaa odayaasha waxgaradka aqoonyahanka culumaa u diinka Asharaf waxay beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ugu baaqayaan in tallaabo ay ka qaado shakhsiyaadkan oo dhibaatada ku sameynaya sharafta xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed hada wabillaahi tawfiiq
xafiiska warfaafinta global asharaaf banaadiri diaspora network wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Munaasibadan ayaa kusoo gabagabowday jawi aad u heer sareeya. Cabdifitaax Cali Shirwac, TV-ga caalamiga Kalsan TV London.